رمضان هو شهر الخير وشهر العطاء، وبكثر فيه العمل الإنساني والتلاحم المجتمعي والأسري. يعني إلي تقرب من الله، الطاعة، فيه بكون صلة رحم. شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر التعاون. رمضان يعني هو الواحد كل ما كبر كل ما صار عنده مسؤوليات كبيرة، كل ما صار عنده التزامات، فبتبطل الفرحة اللي كنا قبل، اللهفة اللي كنا نستنى فيها رمضان، انه احنا بدنا نصوم وبدنا نستنى الأذان نجتمع مع بعض. والإشي اللي المهم في او الفرق بين انك انت كنت صغير وكبير، وانت صغير كانت اللمة كبيرة مع العيلة، كانوا اهلك موجودين كذا، بس الواحد لما كبر جزء اللي صار عنده التزامات شخصية، ممكن إشي يتزوج، إشي طلع من البيت، إشي فقد حدا من أهله. فرحة رمضان هي بالنسبة لي فترة عمرية، بتكون زيها زي العمر، بكون وأنا طفلة بتكون هي بس إحنا بدنا نصوم، غير ما إنه لما نكون أكبر بنكون أوعى، بنصير بدنا نساعد، بدنا الفرحة واللمة اللي بعيلة في رمضان اللي هي التعاون، بكون مسؤولية والضغط أكثر علينا. رمضان يختلف بكل تأكيد في المراحل السنية. أذكر عندما كنا في الخامسة أو السادسة من العمر، كنا نحمل براميلا بلاستيكية صغيرة وعصي وندور في أزقة المخيم، نطرق ونطبل ابتهاجا وفرحا بقدوم شهر رمضان. عندما كبرنا قليلا تطور الأمر وصرنا نشارك في ندوات ثقافية ومسابقات شعرية ودوريات كرة قدم في قاعدة الشهيد كمال سالم رحمه الله، ورحمه الله شهداءنا جميعا. رمضان طقوسه هي كانت، بس إلا ما الواحد يمر في مراحل حياة بتغير كل موازين. أول رمضان كان بدون وجود أمي، كنا فاقدينها الله يرحمها. رمضان هذا كان هو جديد علي، هو مع عائلة جديدة نقول في حياتي الزوجية. تغيرت علي العائلة، اللمة، العادات، الجمعات العائلية في رمضان. خلي عن نطاق عائلتي بتكون هي مختصرة، بتكون ما في كثير جمعات، بتكون هي بس على أفراد العائلة. في حياة الزوجية بتكون عندهم الجمعات كبيرة، بيعزموا الأقارب. بتختلف عن عاداتنا وعن تقاليدنا، يعني عنا مختصرة بتكون ضيقة، عندهم بتكون عندهم الجمعات العائلية بتكون أوسع من عنا. جمعات العائلة في رمضان حاليا هي جمعات العائلة ثابتة مثل ما هي، بس مش مثل قبل. كانت قبل تكون الجمعة شهر كامل، هسه ممكن هاي الجمعة تكون يومين ثلاثة في الشهر، لأنه كل واحد عنده التزامات. وبنفس الوقت يعني الجمعة العيلة لما بدك تعمل جمعة عيلة كاملة عليها هاي التزامات اقتصادية جدا كبيرة، والواحد بتصور إنه لازم يكون بعد ما كبر يخفف عبء عن أهله، مش يضلهم مع أهله على أساس يزيد العبء عليهم. رمضان يشكل فرصة ذهبية جدا للتصالح مع الذات، للتصالح مع الآخرين، وهذا ينعكس على السلوك في الحياة الاجتماعية. وعندما كنا صغارا أيضا كانوا الأهل الجيران كانوا يتبادلون صحون الطعام فيما بينهم. هذه العادة خفت حقيقة مع تقادم السنين، حتى كادت أن تكون معدومة اليوم حقيقة. عائلتي أنا رمضان 30 يوما نفطر سويا، هذه العادة بالأصل لم تخف، وهكذا تكون عائلة المخيم. يعني عندنا في العائلة يعني بيت أخي وبيت عمي وبيت عمي الآخر وبيت عمتي، كلنا نجتمع على سفرة ومائدة واحدة. رمضان في مدينة الكرم بين الماضي والحاضر فيها فينا نحكي في اختلاف كثير كبير. صارت الناس كثير تهتم للتزيين،
لكيف كل واحد يعمل زاوية خاصة في رمضان، الضيافة، صار بده يعمل أشياء بتخص رمضان، من مثلا أشياء فنية اللي يعملوا هلال وهم بإيديهم فني رمضان، الزينة اختلفت عن زمان، صار كثير الناس يهتموا في هاي المجال وفي هاي التفاصيل كمان. موهبتي الفنية ودراستي كل سنة عن سنة بنميها وبشتغل عليها حسب شو بناسب المجتمع اللي احنا فيه. كنت في المناسبات أشتغل في أعمال فنية، كمان توزيعات للمناسبات سواء عروس أو مواليد أو أي بتخص المناسبات. حالياً بشتغل في رسم على الزجاج، أنا كنت أشتغلها من قبل، هسا طورتها بأشياء مودرن بتكون بتناسب المناسبة سواء شهر رمضان أو بتكون مثلاً لضيافة لأعياد، طورتها وبشتغل عليها. احنا مؤسسين جمعية اسمها جمعية حفظ النعمة. جمعية حفظ النعمة اخذنا المسمى تاعها من الهدف اللي احنا بنشتغل فيه، انه احنا نحافظ على هاي النعم اللي هي نعم الطعام من الضياع. في محافظة الكرم اكثر شيء بتشتهر فيه محافظة الكرم المطاعم، تمام؟ في رمضان المطاعم بتكون بتشتهر في 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 موضوع البوفيهات المفتوحة، تمام؟ هاي البوفيهات المفتوحة كثير بتوفر اكل منها مرات مش مستخدم، مش الاكل اللي بيكون على الطوائل، الاكل اللي مش مستخدم اللي بضل بالسفنجات اللي هي العلب اللي بيكون فيها الاكل. فكانت بالبدايه حمله هذه انه احنا نروح على المطاعم ناخذ الاكل اللي بتوفر نوزعه على الاسر اللي بتكون محتاجه. هاي الفكره بلشنا فيها من 2019. في رمضان الحالي احنا بنشتغل على هدفين، الهدف الاول انه بلشنا نحضر مع المطاعم اللي بتعمل بوفيهات مفتوحه، لانه البوفيهات المفتوحه يمكن اليوم او بكره اللي بلشوا فيهم، يعني لسه ما بلشوا بوفيهات مفتوحه في محافظه الكرم. فاحنا تواصلنا مع المطاعم اللي هي مشتركه معنا في موضوع اخذ الطعام اللي بيتوفر عندهم، بلشنا نحضر في القوائم اللي احنا مستهدفينها من الاسر. احنا مستهدفين 72 اسره، هي الجمعيه تاعتنا كفان 72 اسره. أذكر في إحدى المرات في ليلة القدر في 2005 أو 2006 على ما أعتقد، لا أذكر بالضبط، كنا في ليلة القدر نصلي، فكان هناك في اقتحام لجيش الاحتلال، فنحن نصلي يعني ألقوا علينا قنابل للصوت داخل المسجد وحركوا السجاد وأكملنا الصلاة، وهناك من خرج و رمى عليهم الحجارة والمولوتوف. رمضان الحالي يعني التغير اللي أنا عملته في حياتي إنه أنا حاليا مرتبط، هاي من المحاور الكبيرة اللي أنا بتوقع إنها صارت إيجابية في حياتي. وبنفس الوقت شغلنا قاعد بكبر على مستوى العمل الإنساني. أجمل ما مر علينا أننا رزقنا بحفيدة قبل 8 أشهر، وهذا أول رمضان لنا معها. سنة عن سنة بنسمع إنه بيكون رمضان العام أحلى أو القبله أو القبله، كل مرة بتغير النظرة، بتكون عنا اللمات، بتكون صلة الرحم أقرب وكانت الجمعات أكثر. هسا صارت العائلات والأفراد خاصة تختصر إنه يكون كل فرد كل عائلة تكون لحالها. يعني أنا بتصور إنه يعني بعد تجربة دائما الأطفال لما يكبر بيعتقد انه رمضان قبل احلى. هو الاحلى بعد تجربتي مش السنين المعينه هو الاحلى، هو فتره حياتك وانت صغير هي الاحلى.
فانتو يمكن نرجع لجد جدي بحكي لك رمضان واحنا صغار احلى، وجدي رمضان واحنا صغار احلى، وابوي رمضان واحنا صغار احلى، وانا حاليا بحكي رمضان واحنا صغار احلى. وبعد تجربه اكتشفت انه هي طبيعه حياتك وانت صغير في رمضان هي الاحلى، مش هي السنين المعينه اللي انت بتكون عايشها في رمضان. حقيقه رمضان قديما كان اجمل وابهج من هذه السنين او الاخيره يعني التي مررنا فيها، لأن كان هناك لم يكن هناك في ملهيات خلينا نحكي، أو في مقومات أو عوامل أو مؤثرات خارجية ممكن تأثر على الحياة الاجتماعية والحياة الأسرية، بمعنى التكنولوجيا.